محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي، وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائراً عارفاً بحقك، موالياً لأوليائك، معادياً لأعدائك، مستبصراً بالهدى الذي أنت عليه، عارفاً بضلالة من خالفك، فاشفع لي عند ربك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياضة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاده. نداء العقيدة في الخافقين. حسين 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 حسين. بيان الرسالات والأنبياء أطلت به للملا كربلا وفاضت بنحر الهدى كل عين. حسين 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 حسين. حسين 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 حسين. نداء العقيدة في الخافقين. نداء العقيدة في الخافقين. حسين إله السماء اصطفى، على العرش خط اسمه واجتبى.